كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. تحية الوفاء. الحمد لله والله. تبارك الله عليك بخير. بغيت نسقسيك كيفاش كتجيب المغرب؟ المغرب ضخمة والله الحمد، سيد رمضان الحمد لله نقلنا الله تعالى وتبارك، ماشي الحمد لله والله الحمد. واش كتخلف ولا كدعم الرياضة ولا كتفرج باش؟ نعملوا الرياضة ونمشوا بلاد علينا كسما شيئا فشيئا حتى نوصل المغرب إن شاء الله. كنجيبوا المغرب بشوية بشوية. بشوية الحمد لله والله الحمد. الدول دي خصنا نسقسيو. ساعتي يا حاج. أنسقسي بنتي أنا بغيت نعرفك كيفاش كتجيب المغرب؟ خدمة باكي وهيدا حماس وهيدا هيدا والحماس وهيدا تبارك الله على خي أيمن. اش فيها بالضحك؟ كيف أنت خي أيمن؟ وهداك؟ إيه 77 كلشي مزيان. عطي الشحطة شوية شوية. وين نسقسيوك أخي أيمن؟ سقسي. كيفاش كتجيب المغرب؟ كيفاش كتجيب المغرب؟ يعني انت كيفاش كتجيب المغرب؟ هادي سبور مع راسي وكتجيبوا المغرب غير بالسبور، النادي قبل شي يقول صافي هادشي اللي كاين. ما كتفرجش مسلسل؟ لا لعب بارتي؟ لا ساعة بارتي مع الدراري، بارتي ضروري مع الدراري. باش كتجيب المغرب؟ كيجي داغية ولا كيجي معطل؟ بيني وبينك داغي. داغي هادي الشيء. ما كتمرضش؟ لا والو. المغرب كتجي داغيه؟ داغيه بالزربه بالحلاوه بلاتي عليه ما كندافز مكارب مع راسي. براحتك. كيفاش كتجيب المغرب اخي الضاو؟ المغرب تكتشوف كيفاش كنجيبوه، حنا المغرب كنجيبوه مع الدري صحابنا وتنعرف كنداو بارتي نطلعو بوعنان وشويه عاود تورنوا تروفيو في مع الدراري كنلعبو التروفيو. ضروري انت الرياضه ما كتقطعهاش. ضروري اخي تبارك الله عليك اخي الضاو. الله يحفظك. دابا فين انت؟ شمن دابا؟ كنلعب في بنغري في السيكوندا. كلاب في السيكوندا بنغري. توفيق اخي الضاو. الله يحفظك. نهار كبير ضروري. الله يحفظك. كتجيب المغرب دغيه؟ ضروري. ما كتعصبش فيما اخي بنغري. تحياتي. كيفاش كتجيب المغرب؟ سيك تخلف بزاف 8 كيلومتر 7 باش جبار المغرب جات حتى 7 كيلومتر النهار كنخلف. كنخلف. اذا انت اللي كتجيب اذا الرياضه هي بالخلفه كنقيد نجري مي كنجي مي كيجي الفطور خصني هي نشرب الماء. صح كتشرب الماء؟ هي الميه. صح كتشرب الماء في رمضان؟ اه انا تاكيد در المغرب حسن. اذا ملي كتجيب المغرب بالخلفه؟ بالخلفه اخي. هاي داك ما كتفرج ما كاين لا بارتي ما كاين والو. بارتي تانا اللي تا مورا المغرب اخي حسن. صافي بيبا. كيفاش كتجيب المغرب في رمضان؟ هيدا باسيوس كنوضو مع الاربعة د العشية الخامسة. كنوضو مع الاربعة من رمضان كامل. ابا الصيام دقايق كتسنى ديك الشريبات الماء باش كتنعس كترتاح وما كتعمل هيدا كتقول صمت. الحمد لله صمتي ما عندي ما نسلك. اذا كيفاش كتنوض مع الاربعة باسيوس؟ ساعة ساعة مع عيطة المغرب عاود باق الراق كتنوض مع طاسة الحريرة هي هذيك. تبارك الله عليك. تبارك الله. إن رمضان المبارك على الجميع والله يقبل علينا كاملين. بيبا خاوة تهلا لي في راسك. رمضان الانسان خصو يكون عاود تابع الصلاه والعباده وهذيك تما عاود هذه حاجه ضروريه هذه من الاساسيات. اساسيه الصلاه والعباده اذا ما تبعتيش هذه المسائل هذه فما رمضان ما عندكش شيء. ما قالتلكش الصيام؟ اذا الصلاه مهمه. الصلاه مهمه كما عملتي الفيديو ديالك انت هنا وتبتي على الصلاه كي تما هذاك لان الصيام بلا صلاه ما كايزاش. شنو عملتي هادف كي تما الصلاه عماد الدين كي تما هو. وين سقسيك كيفاش كتجيب كيفاش كتجيب المغرب في رمضان؟ المغرب كنفيق مع الوحده. يعني كيفاش كتجيب المغرب؟ كنخرج باسيون مدينه هدايا. ما كتفرج ما والو؟ لا 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 والو. مرة؟ لا والو. ما كتلعب بارتي؟ بالليلية قهوة. ضروري. كتجري؟ كتجري عيدا؟ ضروري. برافو ليك. كيفاش كتجيب المغرب في رمضان؟ المغرب يعني كنكونوا في العمل، احنا في العمل. ودابا لقيتيني غادي للنادي الحمد لله والله. نادي يعني كتجيبوا بالرياضة؟ ضروري. انساني عقل سليم وجسم سليم الحمد لله كنمارسوا الرياضة طيلة السنة وغير دابا في هذا رمضان كتزيد كتكون مزيانة القضية باش كتاخذ رمضان فيها سبور. ما عندي ما نسلك يعني ما كتلعب بارتي ما كتتفرج مسلسل؟ لا والله اخي محسن هذيك مسائل يعني راه كتلهينا على الذكر وعلى الصلاه وعلى العباده وبزاف د الحاجات فهمتي. ما عندي ما نسلك تبارك الله عليك. كيفاش كتجيب المغرب في رمضان؟ كيفاش كتجيب المغرب في رمضان؟ باسيو هيدا كنجيب المغرب. باسيو باسيو اريح. اي والله كيتكذب. علاه كيتكذب في رمضان؟ لا والو. كيفاش كتجيب المغرب في رمضان؟ اللهم لك الحمد. كتجيبها اذا ما كاين لا دبزه لا حايحه؟ لا ما كاين لا دبزه لا حايحه اللهم لك الحمد بامان الله وحفظه. الحمد لله. يعني ما كتلعب بارتي ما كتفرج؟ ما كنلعب بارتي مو المغرب.
مولا المغرب. وقبل المغرب ما كتفرجش حتى شي حاجه، كتجيب المغرب غير باسيو. لا والو، كيفاش كتجيب المغرب انت؟ بسعه يا خاي الله، الا كنضوضوا السهل معاك تضابون وكنضوضوا القهوه ديالي. كتسعه كتدبر؟ كيجيب الله سي سهله شويه بشويه مع عند الله. شحال كتدبر في النهار؟ كون مالك 100 درهم ولا 12000 رمضان بحق وفطان. اكثر موظف، اكثر من موظف والله العظيم. كيفاش كتجيب المغرب في رمضان؟ اش غادي نقول لك، كنمشي وانا والاصدقاء ديالي للطبيعه، فهمتي، كنخرجوا انا والاصدقاء ديالي للطبيعه وكان ساعه ساعه وكنخرجوا كنتسخروا في العشيه كما كتعرف كما المغاربه كاملين، خرجوا كنجيبوا المغرب هكا وصافي فهمتي. مره كنمشيو للبحر نصادو على حسب فهمتي. كيفاش كتجيب المغرب؟ اش باش نقول لك، كنمشيو مع الاصدقاء ديالنا هدايا باسيوس مع بعضيتنا هدايا، وانت كتعرف ساعه ساعه كنهضوا البلايا، ساعه ساعه نمشيو للطبيعه. كنمشي للطبيعة ضروريا، كنعملش الرياضة. كنعملو الرياضة ساعة ساعة، ولكن ساعة 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 خفيفة وصافي. انت كتعرف ان الصايم ما كيقدرش يعمل شي مجهود بدني، فهمت؟ عندي ما نسلك. اذا ما كتجري ما كتعمل والو. كنعملو شي ساعة ساعة شي حاجة وشي بركة وصافي. شي بركة وصافي، شي حاجة وصافي. وكيفاش كتجيب المغرب في رمضان؟ المغرب كنجيبها على هاد اليومين، ما خدام ما خدام، كنظن مدينة قديمة تبادت كدا هادي، دا جبت شي بياسة مزيونة كنتسقطو عليها، ما جبرناش هادو شي واد شيوات. إذا كان شي عصر هيدا شيوات ضروري الشيوات. إذا كتجيب غير باسيوز، ما كتعمل رياضة، ما كتلعب بارتشي، ما كتفرج مسلسلات قبل رمضان. الحمد لله النعمة ديال اليوتيوب، لا نتفرج فيكم لا تضحكوني ساعة ساعة. تحياتي حبيبي مبارك الله فيك. ساعة ساعة كنشوف ديك القنوات الدينية، الحمد لله النعمة ديال زعما النعمة ديال الإنترنت حق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله. كيفاش كتجيب المغرب؟ كيفاش كتجيب المغرب؟ بكلينكس كيما قال. كتبيع كلينكس؟ كيكوز لك كيجيب المغرب داغية؟ داغية. وكتدبر شي حاجة؟ مخيرة. ياك، نهار كيطلع مضخم. مضخم. شكون اللي حسن رمضان ولا فطر؟ شكون اللي حسن رمضان ولا فطر؟ رمضان بالحق كنفطروا فيه ثي أيامات. واخا. كنفطر في رمضان. فطر دابا صمت خمس أيام وفطرت يومين. أنت شحال عندك من عام؟ 13. 13 باقي صغير. كيفاش كتجيب المغرب؟ المغرب انتينا كتعرف يعني حاليا دابا رمضان كاين بيوت الله كامله كتكون مفتوحه، يعني بنادم شويه كيفيق شويه معطل، ما نكذبوش على الله، يعني كنفيقوا مورا ديك الظهر كنصليو الظهر كنتحركوا نتسخروا المسائل فهمتيني، مسائل اللي كنحتاجوها في الوجبه ديال الفطور فهمتيني، يعني من داكشي ديال بريوات وداكشي اللي واعر فهمتيني كنجيبوه. اذا ما كتعمل لا رياضه؟ اش غنقول لك، الرياضه ما خرجتلاش الوقت ديالها في هذا رمضان، لان انت كتعرف ما كتلعب ما كتفرج ما والو. لا كنتفرج، وملي كيكون كاين ما يتفرج كنتفرج. كيفاش كتجيب المغرب في رمضان؟ المغرب كيفاش كتجيب المغرب؟ يعني كتستنى المغرب؟ كيف كتستناه؟ كتستناه بحال ما كيوقع لي والو، انا بعدا كنستنى عادي. يعني ما كتمشي تخلف من تعمر، ما كتمشي تتفرج في شي مسلسل في شي حاجه؟ لا لا لا، ما كاينش المسلسلات، انا ما عنديش. لا واخا يكون ديني مثلا، كاين مسلسلات دينيه كيهضروا على ما كاين الدين، ما كاين مسلسل، ما كاين والو، كاين سنة المغرب تا الدين، اعطيني ناكل صافي. كنجيبها كنخرج من الدار بلاتي عليا، وكنخرج كنضرب ديك باس دوره بدون اعصاب، دم بارد، كاين بنادم كيلصق. وانت نعصبتي. كاين بنادم كيلصق على والو، عاود شفت فيه انت كتشوف فيه بالحق عقلك بعيد في شي كتفكر في شي حاجه اخرى، انت ضربت عينك في عين، خصو يلصق فيك، خصو ياكلك، اذا يمشي ياكل حسن. يمشي ياكل حسن. ما يبقاش مربوط. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.